اتصلنا لابوليس. يروح يصلي الجمعة. بون كيما كنت تشوفوا خاوتنا، كيما كنت تشوفوا راكو تشوفوا خاوتنا، شوفوا الشرطة اليوم جمعة، ما خلاوش يصلي الجمعة في شلف، وما خلاوش يتحق بالحراك في شلف. راكم تشوفوا الديكتاتورية اللي رانا فيها. راكم تشوفوا بلي كاين طروا نيسان، هاي لك شوفوا هدية راهي مافونسيا، شوفوها راكم تشوفوا خاوتنا، شوفوا احنا راشد معنا، شوفوا راكم تشوفوا هذه النيسان كانت مقارية قدام الدار، احنا كلش راه ترونسبارونس كلش شفافية، راكم تشوفوا الديكتاتورية رانا فيها، شوفوا شوفوا العنف اللي يستعملوا فيه، شوف العنف شوفوا شوف شوفوا العنف، شوفوا كيفاش راه مرفدين، شوفوا كيفاش راه مرفدين، شوف شوفوا كيفاش راه مرفدين، شوف شفتوا كيفاش رفدوه، شوفوا كيفاش رفدوه هذا باش ما يخلوش يصلوا الجمعة. حنا ما تقولوش بلي انا نكذبوا ولا، كلش بالشفافيه كلش بلا ترونسبارونس. شوفوا الحقره اللي رانا فيها، شوفوا الديكتاتوريه، شوف هاك تشوفوا بعينيكم ما راك تشوفوا بعينيكم، باش تعرفوا الديكتاتوريه اللي رانا فيها هكذا، باش تشوفوا بعينيكم الديكتاتوريه اللي رانا فيها. شوفوا لابوليس تاني يروح يخلوه يصلوا صلاة الجمعة، وباش يروح الحراك اللي راهو في شلف مع ولادنا مع خاوتنا مع ومع خياتنا، ولكن ما خلاوش. وشفتوا بعينكم كيفاش رفدوه، وشفتوا كل حاجة هكذا، باش ما تبداوش تقولوا تاع بودواو صارت ماشي صح وكل السينما وكذا، هكذا لا ترونسبارونس، هذه هي الشفافية. تشوفوا بعينكم الديكتاتورية اللي رانا فيها، ونقول لكم عفسة احنا خاوتنا، احنا مستعدين للموت ومستعدين للحبس، الحبس للرجال هكذا خاوتنا. سي فريح تقولوا الجامعة للرجال، الجامعة للرجال ننسى، الحمد لله يا ربي. دونك ماشي انتم اللي تخوفونا، انتم عدتوا من جديد ونحن سوف نعود من جديد، وصدوا روحكم ونشوفوا شكون الرابح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما تخافوش الشعب الجزائري، ابقوا سلمية سلمية سلمية، ما تقلقوش كاع روحكم جوسكو بو حتى الاخر، حتى يسقط هذوما العصابة وهذوما الناس اللي ما تخافش ربي وما تعرفش ربي أصلا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.